ماشي تبعها صوت ربيعه ماشي تبعها صوت ربيعه ماشي تبعها صوت ربيعه صحافه حره ديمقراطيه 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 ديمقراطيه صحافه حره ديمقراطيه صحافه حره ديمقراطيه صحافه حره صحافه حره ديمقراطيه صحافه حره هذه الوقفة الثانية بعد وقفة 27 من فبراير الماضي تنسجم مع الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ أكثر من 10 أيام. الإعلام في هذا المعمعة وفي هذا الحراك لا بد أن يقول كلمته أيضا دون أي وصاية ودون أي توجيه. حرة نطالب باستقلالية الصحافة كما نطالب كذلك بصوت عالي كما قلت أن تكون الصحافة حرية في بلد الديمقراطيات. نضم صوتنا إلى صوت كل الشعب من أجل المطالبة بالحرية والتغيير والذهاب للأحسن وللأفضل. وقفتنا هنا اليوم